Hello everyone. Now we have 50 preparatory lesson and exercises, unit 1, lesson 3b. Bye. Now we have C. قرأنا هناك قبل هذا الفيديو past simple, past continuous, الآن present perfect tense, زمن الماضي المضارع, sorry, زمن المضارع المستمر, زمن المضارع المستمر, زمن المضارع المستمر, okay, sorry, المضارع التام, sorry, المضارع التام, زمن المضارع التام. When an action started in the past and either stopped or still has an effect now. لنقع هذه نفهمها. When عندما an action حدث أو حالة started بدأت أين بدأت في الماضي in the past and either وإما stop انتهت في مرحلة ما or well, still has an effect now أو ما زال مستمرا إلى الآن ما زال مستمرا إلى الآن لاحظوا هذا السهم هذا ضروري لا تنسوه احفظوه by heart عن ظهر قلب learn by heart past في اليسار past في اليسار ماضي هو شيء انتهى. Past continuous هو مستمر. مستمر في الوسط. في وسط هذا مستمر. Present مضارع. Present مضارع. الآن. Future مستقبل. Future مستقبل. Present perfect بدأ في الماضي الأسود. بدأ في الماضي وتوقف أو لا يزال. توقف أو لا يزال لاحظ أما توقف قبل البريزنت أو ما زال بعد البريزنت أن له تأثير الآن positive subject have and has زاد past participle have and has زاد PP have has هنا فعل مساعد وليس فعل رئيسي فعل مساعد وليس فعل رئيسي have and has plus past participle PP negative نضع وال have وال has not أو never نأتي ب never أبدا لماذا هنا لماذا لا نتكلم عن الماضي أو لا كلا إنها never أو ever أو الآن تأتينا إنها في present perfect في المضارع التام في المضارع التام question أما نقدم ال have وال has وهذه الإجابة ب yes و no أما نقدم have و has والإجابة ب yes أو no أو WH WH question هذا نجيب عليه كاملا مثلا الأول I've only broken my glass and got my hand I've only broken my glass and got my hand فقط الآن يعني كسرت القدح من الزجاج و جرحت يدي وجرحت يدي أنا لا يهمني هذا لا يهمني اللغة العربية أنت تفهم اللغة العربية لأن نريد أن نفهم ماذا هناك هذا ولكن هنا الفعل المضارع التام I've only I have broken I have broken have broken broken مين جاية break, broke, broken.
break, broke, broken. Cut, mentally. Cut, 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 cut. Finish. She has finished her work. مثال آخر. She has finished her work. هي أنهت عملها عملها. She has finished. يعني للتو خلصتها. قبل نص ساعة خلصتها. قبل ساعة هيك شيء. She has finished. هذا she تأتي مع has. قلنا has تأتي مع الفاعل المفرد. He و she و it وما يقابلها. وما يقابلها. She has finished her work. وهكذا. Okay. كلها تأتي بهذا الشيء. Uses. What? Uses. Events or actions. أحداث أو أفعال. That started. التي بدأت. In the past. بدأت في الماضي. And have a result in the present. ولديها نتائج في الحاضر. لديها نتائج في الحاضر. Events. تبدأ بالماضي. هذا started in the past. لا تنسون السهم وهذا السهم الأسود السهم الأحمر لا started in the past and have ولديها result in the present مثلا number one I've lost my jacket I've lost my key my jacket oh my key I have lost أنا ضيعت جاكيتي أو ضيعت مفتاح بس الآن شنو I can't find it now I can't find it now ولكنني لم أجده الآن الآن ما موجود جزء بعد ساعة بعد ساعتين يقول وهنا lose lost lost lose الماضي المضارع ولوس الماضي وبيبي lost He has broken his leg. He has broken his leg. It's still broken now. الآن التي كسرت. الآن. What happened? They have gone away. They have gone away. هم ذهبوا خارجا. They aren't here now. الآن ليسوا هنا. هم الآن ليس ذهبوا خارجا هم الآن يعني ليسوا هنا go went gone وأخيرا قبل هذا he has been أنا اضطر إلى هذا he has been to England he is still in England وهو باقي في إنجلترا he has been to England سافر إلى إنجلترا ولكنه لم يرجع He is still in. هذا شرط مثلا he أعطي فراغ be حط بين قوسين be to England هذا هو هذا اللي يعني. زين to England فماذا تعطيني I has been to England he has been to England has been مجدتي هذه هنا been تصريف الثالث التصريف الثالث be am is are مضارع was were ماضي وبين التصريف الثالث number two to give news about something to give news about something that has happened when you don't specify the exact time أنا هنا هذا للفهم وليس للحفظ حفظ طبعا وليس لدرخ لا أدرخ لهذا الشيء أفهم هذا الشيء to give news لإعطاء أخبار about something حول شيء ما that has happened الذي حدث وليس يحدث مضارع تام الذي حدث في الماضي
when you don't specify عندما لم تكن محددا the exact time بالوقت المحدد بالوقت المضبوط لم تكن بالوقت المضبوط. That's to say, لنقول بمعنى آخر, at an specified time in the past. That to say, at an specified time في وقت غير محدد في الماضي. هنا, here, we don't need to say exactly when, because we don't specify the exact time, because it is not important. هنا, لا نحتاج لقول بالمضبوط متى, when, بين قوسين متى, because بسبب we don't specify, لم نحدد the exact time, الوقت المضبوط, because it is not important, لأنه ليس مهما, as in, لن توضحنا لنا. The police have found the gold. The police have found the gold. الشرطة وجدت. الشرطة وجدت. لا يوجد. وجدت. ليس يوجد. مضارع تام. يعني بالماضي. وجدت الذهب. في أمتى؟ في وين؟ متى؟ لم يذكر شيئا. The police have found the gold. I have never been to New York. I have never been to New York. هاتجي never و be. Never و be بين قوسين. فماذا أضع؟ I have never been to New York. هذا. Mark is sad. Mark شبي حزين. Because his cat, لأنه قطته قد ماتت. ماذا نضع؟ Mark is sad. الآن هو مارك حزين. Because his cat has died. His cat قطته has died. ماذا؟ ماتت. وليس يموت أو تموت. ماتت. ولكن تأثيرها على مارك لحد الآن. واضح؟ إن شاء الله واضح. Use the present perfect with just, already, never, ever, and yet. نستخدم المضارع التام مع just, already, never, ever, yet. Number three, A. Number three, B. Number three, C. Number three, use just. Use just or already. أما just أو already. Use just or already to say something has happened sooner than expected. نقول بأن شيء ما, say something, نقول بأن شيء ما has happened, حدث sooner, حالا, يعني قبل ساعة, قبل دقائق, قبل دقيقة حتى, قبل دقائق, قبل نص ساعة, قبل ساعة, زين, than expected, من غير المتوقع. مثلا, I have just bought these jeans. I have just bought these jeans. أنا للتو اشتريت هذه البنطلون الجينز. She has already passed her driving test. لاحظوا أين تأتي بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. Just and already. B. Use never and ever to say that you have never done something. لقول بأن حدث, have done, لم يحدث أبدا, have never done. لنقول بأن لم شيء ما لم يحدث أبدا, بأن شيء ما لم يحدث أبدا. كيف؟
خلينا بالمثال الأول. You have أو you've never lied. You've never lied. أحمد, have you? No, I haven't. You've never lied. أحمد, أنت لم تعد تحب أحمد. لم تحب أحمد أبدا. أليس كذلك؟ شو جواب؟ No, I haven't. كلا, لا. لا أحبه ولا أعجبني. إحنا مو المهم العربي, المهم الإنجليزي. You've never lied, Ahmed. Have you? No, I haven't. وثالثا مثلا, Have you ever been to Japan? Have you ever been to Japan? Japan. Have you ever been to Japan? هل أنت زرت؟ لم أزرت. هل أنت زرت أبدا اليابان؟ هذا ما معناه الحرفي. Have you ever read or read? هنا read, هنا واضح أنه مضارع read و read الماضي و read PP. Then, have you ever read any English book? وهكذا. Number C, use yet. To show that the speaker is expecting something to happen and only the questions are negative sentences. Use yet, نستخدم yet, لحد الآن معناها. To show, لنبين بأن المتكلم, that the speaker, بأن المتكلم is expecting something, يتوقع شيء ما to happen, بأن يحدث. يتوقع أن شيء ما قد يحدث. And only, وفقط, any questions, في النفي, في الأسئلة, sorry, and only any questions, في الأسئلة, on negative sentences. وهذه لا تتيت إلا في نفي أو في السؤال. في النفي أو السؤال. واضح إن شاء الله. في النفي أو السؤال. مثلا نمبر 1, المثال الأول, It hasn't stopped raining yet. It hasn't stopped raining yet. نعم, يتوقف سكت الحديد لحد الآن. نعم, تتوقف. I haven't told them about the accident yet. لم أخبرهم about the accident, حول الحادث لحد الآن. Has it stopped raining yet? الأولى raining, أني آسف, raining, سأصححها هنا. Has it stopped raining yet? هل توقفت عن المطر الآن؟ هذا سؤال. أوكي, use the present perfect with the questions beginning with how long, how many times, or how many pages, to say how much we have done, how many times we have done, or how many times we have done something. استخدم مضارع التام مع الأسئلة التي تبدأ B, how long? سؤال how long? أو how many times? ما عدد الأيام? How many pages? ما عدد الصفحات? إلى آخره. How long? مثلا ما هو العمل لهذا الشيء?
شوي بالهاو لونج اكو اشياء بالوقت وبالاحداث وقت واحداث هاو لونج وقت واحداث المهم to say how much we have done to say ماذا how much كيف how much كيف عملنا الوقت we have done How many times we have done? ما هو عدد الأوراق أو عدد سوري ما عدد الأوقات التي مررنا؟ Or how many times ما عدد الأوقات التي we have done something التي عملنا شيء ما؟ وهذا لم يوضح لنا هنا. نجد الأول. How long have you known Jenny? How long have you known Jenny? I have known Jenny for 3 years. هنا for 3 years هي how long? زمن وقت for 3 years. For 3 years. يعني أنا هنا أضع خط تحت for 3 years لتبين أن how long have you known Jenny? I have known Jenny for 3 years. How many times? Has he been to Beirut this year? He has been 3 times. He has been 3 times. هم أيضا وقت. ثلاث مرات to Beirut this year. ثلاث مرات. How many pages? How many pages of that book have you read? Have you read? I have read 25 pages. 25 pages. أنا هنا على صفحات قرأت 25 صفحة من هذا الكتاب of that book. How many times have you played football for your country? How many times? كم عدد المرات التي لعبت معه? How long has Jim had a car? Well, how long has he been married? Okay, number five, use with for or since. هنا على present perfect. يأتي مع for or since. لماذا? To say how long something has lasted or happening. To say, لنقول how long something ما مدى الشيء ما ماطون شيء ما Has lasted ما كيف بقى or happening كيف حدث has lasted ما بقى و happening ما حدث number eight we use for when we are talking about a period of time we use for نستخدم for عندما نكون نتكلم عن period of time فترة من الوقت غير محددة غير محددة a period of time فترة من الوقت فترة من الزمن for 3 days لمدة 3 أيام يمكن يومين نص يومين ثلاثة أرباع ثلاثة أيام وشوية for 2 weeks أسبوع نص أسبوعين وشوية أكثر for 2 weeks for a long time لمدة طويلة for an hour لمدة ساعة أو نص ساعة ثلاثة أربع ساعة ساعة وشوية etc. مثلا I have known him for 5 years I have known him for 5 years أنا عرفته لمدة 5 سنوات She's been in England for 3 years عرفتها أنا في إنجلترا عرفتها عفوا كانت تعيش في إنجلترا لمدة 3 سنين كانت تعيش في إنجلترا لمدة 3 سنين Jill hasn't written to me for nearly a month Jill hasn't written لم تكتب لي Jill to me for nearly a month هذا هو for nearly تقريبا لمدة شهر